السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة هالة ابراهيم لكاتش اوف بيدياتك نيفرولوجي، وان شاء الله النهاردة هشرح لكم اكيوت كيدني انجري. هنبدأ المحاضرة بتاعتنا بكيس سيناريو عن 10 months old female infant come to the emergency room with her mother who complaining of vomiting and diarrhea 10 days ago. خلاص، بنت عمرها 10 شهور جاية مع مامتها جايباها للاستقبال، وبتقول ان هي كان عندها اسهال وترجيع من 10 ايام. خلاص من يوم بس بدأ يبقى عندها disturbed conscious level، والرن اوت بتاعها بدأ يقل. البنت لما جينا بصينا عليها لقينا فيها severe dehydration hypotension، الرن اوت بتاعها قليل 3/10 مللي بير كي جي بير اور. لما جينا نشوف الرينال فانكشن بتاعتها لقينا الكرياتين بتاعها 1.6 ملي جرام دي سي لتر، واليوريا 140 ملي جرام بير دي سي لتر with normal urine analysis and abdominal ultrasound. نيجي نسأل بقى الحالة دي، بالنسبة للحالة دي ايه رايكم؟ ايه وات از ذا دايجنوز؟ ممكن يكون تشخيصها ايه؟ طيب التشخيص ده انت شخصته كده ليه؟ ايه السبب اللي عمل كده؟ ولو الطفل ده احنا قلنا جاي دهيدريتد، طب لو هو مورم هيبقى السبب ايه؟ وازاي يفرق ما بين الحالتين؟ وهو ازاي اعالج اخر حاجه ازاي اعالج الحاله دي؟ وده موضوعنا النهارده، حالات الايه الحالات اللي هي ايه بتيجي فيها الفيهيدوريا وكرياتين وفي افكشن في اليورين اوتبوت اللي هي بنقول عليها اكيوت كيدني انجري. الحالات دي هتصرف فيها ازاي؟ ازاي هشخصها؟ ازاي هعرف سببها وهعمل مانجمنت بتاعها ازاي؟ لازم الاول نعرف يعني ايه اكيوت كيدني انجري. احنا كنا زمان بنقول على الحالات دي اكيوت رينال فيلير، بس طبعا الترم ده اتغير دلوقتي لان مش كل الحالات بتجيلنا انفيلير، لا هي ممكن يكون تجينا الحاله بدري مجرد الفيشن بسيط في الوظائف، يكون لسه اليورين اوتبوت بتاعها متغيرش، او ممكن يكون لون او بتاعها اتغير شويه او يعني ايه قلب كميه بسيطه، فدي ما وصلتش لمرحله فيلير. عشان كده اللي بقى التيرم اسمه اكيوت كيدني ايه انجري. طبعا ده الديفينيشن بتاعه عباره عن ايه، ده كلينيكال سيندروم نهويتش اسادن ديكريز ان ذا رينال فانكشن، الحاله دي فجاه بدا يقل الرينال فانكشن بتاعتها. كلنا عارفين ان وظائف الكلى وظيفه الكلى في جسمنا ان هي بتحافظ لنا على البالانس بتاع الووتر والالكترولايت والاسيد بيس بالانس، وكمان بتخلصنا من السموم. عشان كده في حاله الرينال انجري بيبدا يحصل ريتينشن اوف نيتروجينس ويست برودكت اند ديستربنسز ان ووتر الكترولايتس اند اسيد بيس بالانس. الحالات الاكوت كيدني انجري احنا بنقسمها لخمس مراحل. بنقسمها على حاجه اسمها رايفل كرايتيريا. خلاص، رايفل كرايتيريا دي هي الكلمه دي عباره عن خمس حروف، هم كل حرف فيهم بيعني ديجري معينه من الرينال انجري. يعني ار معناها رينال ريسك، الاي رينال انجري، الاف اسمها رينال فيلير، لوس ال رينال لوس، والاي اند ستيج رينال ديزيز. وكل واحده فيهم لها كرايتيريا، يعني اللي هو الرينال ريسك معناها فيها انكريز ان كرياتينين مرة ونص عن النورمال، يعني مثلا لو الطفل ده جاب كرياتينين واحد الكرياتين بتاعه بقى ايه 1.5. خلاص، والجي اف ار بتاعه قل بمقدار اكتر من 25%، وفي نفس الوقت بما بنيجي نتابع اللون اب بتاعه لقيناه اقل من نص مللي بير كي جي بير اور خلال 6 ساعات، بقى ده اسمه رينال ريسك. الرينال انجري بقى في انكريز في السيرم كرياتينين مرتين، يعني بقى ايه الكرياتين بقى دبل، وجي اف ار قل بنسبه 50%، واللون اوت بوت بتاع الطفل ده قل اقل من نص مللي بير كي جي بير اور خلال 12 ساعه، ده اسمها رينال انجري. طب الرينال فيلر لا، ده الكرياتين بقى انكريز 3 مرات، والجي اف ار قل بمقدار 75%، او الكرياتين بقى اكتر من 4 مللي جرام بير ديسي لتر ويز اكيوت راز اوف اكتر من او يساوي نص مللي جرام بير ديسي لتر. طيب واللون اوت بوت اقل من 3/10 مللي بير كي جي بير اور خلال 24 ساعه، او بقى نيوريك خلال 12 ساعه، يعني ما جابش ولا نقطه بول. بنقول ان هو اسمه لوس لما الايه البيرزيستنت اكيوت رينال فيلير، ماشي، اللي هي المرحله بتاعت الفيلير دي استمرت لمده 4 اسابيع بقى اسمه لوس. اند ستيج لو المرحله بتاعت اللوس دي استمرت 3 شهور، خلاص يبقى شهر لوس 3 شهور بقى اسمها اند ستيج رينال ديزيز، دي اسمها رايفل كرايتيريا، وده مهم جدا. ايه اللي ممكن يخلي يعمل اكيوت كيدني انجري لاي طفل؟ قالك فيها 3 اسباب. ممكن يكون السبب ده بري رينال، يعني مشكله في الرينال برفيوجن كميه الدم اللي داخله الكيدني. ممكن يكون رينال مشكله في الكيدني نفسها، او بوست رينال مشكله بعدها في الايه في اليورين اوت بوت، او الايه اللي هي بيسموها الاوبستراكتيف يوروبس اللي اسمها بوست رينال. هنشوف كل واحد فيهم ايه اسبابه. اول حاجه البري رينال، ده قللان في الرينال برفيوجن،
ودي اسبابها اي حاجه بتقلل لك الايه الدم اللي رايح للكدني، سواء كان هايبوفوليميا كميه الانترافاسكولار فوليوم ايه قل زي في حاله الهيموريدج والديهايدريشن، هايبوكسيا ماشي زي في حاله سيفير شست انفيكشن وبعض الكاردياك سيرجي ونيوتال اسفيكسيا، هايبوتنشن زي في حاله الايه الهارت فيلر والسبتسيميا، الحاجات دي كلها هتقلل الرينال بيرفيوجن وبالتالي يكون سبب في اكيوت كدني انجري. تاني حاجه رينال، المشكله بقى في الكدني نفسها، الكدني فيها جلومينوفرايتس، فهيموريتيك يوروميك سندروم، فهينوكسنولايت بيربرا، بايرونوفرايتس، خلاص في نيفروتوكسيك دراج اثر عليها، فده افكت الرينال او البرينكما بتاعت الكدني نفسها. طب بوست رينال، البوست رينال بقى مشكله في الاوبستراكشن بقى، اوبستراكشن اوف ذا يورينري تراك زي في حاله ايه يوريترو بيلفيك جانكشن اوبستراكشن، البلادر نيك فيها اوبستراكشن، حاله البوستيريور يوريترال فالف، حاله السباينال بيفيدا، اي حاجه تعمل لي اوبستراكشن. الطفل ده بيجي لي الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه عباره عن ايه؟ بيختلف حسب السبب بتاعه ايه. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال حالات اللي هي الايه البري رينال فيلير مثلا هيجيلي بايه، بهيستوري في حاجه بتدل على فيلوس، في بفومتنج، بدايريا، بهيستوري اوف ايه هيموريج، زي الكيس سيناريو اللي احنا بدانا فيها الاول، كان انفانت وعنده ايه هيستوري اوف فومتنج ودايريا، خلاص فده دي الهيستوري بتاع حالات البري رينال فيلير. رينال لا، الرينال بقى بيجي لك هيستوري للديزيز اللي هو عامل الكيدني افكشن، يعني مثلا ممكن يجي لي بهيستوري ان في هيماتوريا وضغطه عالي ومورم، وكان في هيستوري قبل كده في ستريبتوكوكال انفكشن، فيكون الدياجنوز بتاعي اكوت بوست ستريبتوكوكال نيفرايتس. او ممكن يجي مثلا زي ما احنا شايفين كده ولد محجوز في العنايه كريتيكالي ال، والولد عنده هايبوتنشن وبياخد نيفروتوكسيك دراجز، خلاص فالولد طبعا عنده حاجه اسمها اكوت بلور نيكروزس ماشي. أو ممكن يجي لي ايه بحاجات تانية هنشوفها برضو دلوقتي. طيب اما اجي افحص الطفل ده يعني ايه الاعراض اللي انا ممكن الاقيها عنده؟ قالك بيختلف حسب اذا كان هو بري رينال او رينال. تمام، البري رينال فيليور بيبقى في ايه، ده بري رينال في انترافاسكولار فوليوم قليل، او الولد ده عنده لص فبيبقى دهايدريتد، وبالتالي بتلاقي عنده المانيفستيشن بتاعت الدهايدريشن، دراي ميوكاس ميمبرين، البيفر بروفيوجن بتاعته قليله نتيجه الهايبوتنشن، ضربات قلبه سريعه من الهايبوتنشن، يبقى تاكي كارديا، دراي ميوكاس ميمبرين، وبور بريفرال برفيوجن. طب الرينال لا، الرينال ده بقى طفل الكدني بتاعته مش شغاله وايه مش عارفه لا تطلع ميه ولا الكترولايت، فتلاقيه مورم ماشي. يبقى البري رينال غالبا هلاقيه ناحيه ايه الدهايدريشن، ده اسمه بري رينال. لكن الرينال بيبقى مورم بريفرال اديما بقى، اللي بيبقى عنده اعراض بتاعت الفوليوم اوفرلود، تلاقي فيه عنده هارت فيلير وكارديا جالوب، تلاقي عنده ايه مورم بريفرال اديما ماشي، مش قادر ياخد نفسه، فدي الايه الحالات اللي هي الايه الرينال. طبعا يعني ايه ولو هو العيان ده عنده انترنسك رينال بقى اعراض بتاع جلومينوفرايتس او اي تي ان، هلاقي ايه في اعراض كمان ايه عليه. الفيزيكال اكزامينشن ممكن الاقي ايه كمان، ممكن الاقي مثلا اعراض المرض نفسها، يعني حاله الهينوكسنولاين بيربرا، الاقي زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هي على الشمال الطفل رجليه كلها بيربرا من اول تحت بتوصل لحد البطق وسبيرنج الترانك، يعني الترانك مش هلاقي عليه اي حاجه، فدي ماشيه ان هي هينوكسنولاين بيربرا. مثلا الحاله اللي في النص دي في راش في وشها مثلا، ممكن الاقي عندها ارثرايتس، الاقي عندها اعراض تانية، بتبقى ماشيه ان هي سيستميك لوبس. الطفل اللي هو على اليمين ده، ده طفل فيه عنده ايه ماس زي ما احنا شايفين اهوت، غالبا وموجوده في منطقه ايه اللي هي اللوين ريجون ماشي، فدي غالبا ايه كدني ماس. ممكن تكون بقى ايه حالات الهايدرونيفروزس اوبستراكتيف يوروباسي، ممكن تكون حالات الطفل ده يكون ايه عنده مشكله اكيوت ومحتاج يركب قسطره حالا، فايه دي الايه الماس. طيب دلوقتي عرفنا ايه الكلينيكال بريزنتيشن بتاع الحاله دي، يبقى الحاله ديت الكلينيكال بريزنتيشن بتاعها بيعتمد على الايه على الايه اللي سبب الرينال فيلير نفسه، هل هو سبب بري رينال يعني هلاقي فيه هايبوتنشن وهلاقي فيه تاكيكارديا ودهايدريشن، هل هو رينال هلاقي اعراض المرض اللي هو عامل لي الرينال فيلير ده نفسه او الرينال انجري ده، او هو بوست رينال ممكن الاقي زي ما احنا شايفين ابدومنا الماس مثلا او ايه هيدرونفوز او كنيا. طيب الانفستيجيشن بقى الحاله دي هعمل لها ايه، ازاي هشخصها؟ بعمل لها يوريا انتوكرياتينين، وطبعا بلاقيهم عاليين. الطبيعي اليوريا بتبقى من 18 ل 40 ملغ بديسيلتر، والكرياتين بيبقى من 3.10 ل 7.10 ملغ بديسيلتر، خلاص. طب ايه تاني هلاقيه في الحاله دي؟ بلاقي في حاجه اسمها بايوكيميكال ديستربنس، اللي هي ايه، الكدني مسؤول عن الالكترولايت بالانس والاسيد بيس بالانس، وبالتالي انا هلاقي الالكترولايت والاسيد بيس ملخبطين. على سبيل المثال البوتاسيوم هلاقي على حد فيه هايبركاليميا، ممكن الاقيه عالي جدا اكتر من 6، والاقيه كمان
على فكرة يعني عالي جدا، ومؤثر كمان على الايه، على ضربات القلب، ممكن يأثر على ضربات القلب، ممكن الاقي اي سي جي تشينجز معايا، يبقى لها هايبر كاليميا، الا في هايبوناتريميا، الصوديوم قليل خصوصا الحالات اللي هي المورمه، لان بيحصل لها دايلوشنال هايبوناتريميا، الاقي الاسيد بيس بالانس مش متظبط عنده، الحاله دي عندها ميتابوليك اسيدوزس، لان الكدني بتتخلص لنا من البايكارب زياده ماشي، قصدي بتحتفظ بالبايكارب اللي الجسم محتاجه، وفي نفس الوقت بتتخلص لي من الهيدروجين الزياده اللي في جسمك، فطبعا الخاصيه دي مش موجوده. هايبوكالسيميا برضو ممكن نلاقي الحالات دي فيها ايه، هايبوكالسيميا، يبقى هايبر كاليميا، هايبوناتريميا، ميتابوليك اسيدوزيس، وهايبوكالسيميا، الكترولايت امبلانس. تالت حاجه راديولوجي، انا احتاج راديولوجي في ايه في الحاله دي؟ اول حاجه الحاله دي ممكن تلاقيها جايه لك مورمه وفيها بلمونر اديما وفيها فممكن تحتاج تشيست اكس راي، نلاقي فيها كارديوميجالي، نلاقي فيها بلمونري كونجيشن فلود اوفرلود، احتاج طبعا لازم اعمل رينال الترا ساوند، لان الرينال الترا ساوند ده هيقول لي الحاله ديت ايه، لو هي بوست رينال، لو في هايدرونفروزس فاعرف ان في اوبستراكشن، وحلو ان انا مجرد ان انا راكب قسطره تلاقي الحيان ايه ارتاح، او هايدروريتور. وفي نفس الوقت كمان هي برضو في الرينال افكشن اللي هي هلاقي الرينال بارينكيما فيها انكريز ايكوجينيستي، فايه لو في حاجه كورونيك مثلا، ودي اكيد انتوا في كورونيك حابين لي، لو في اي باثولوجي في الكدني، فالرينال الترا ساوند مهم جدا، هو وشيستو هو وشيست ريديوغرافي. ايه تاني كمان مهم جدا في ان انا في الانفستيجيشن، ان انا افرق ما بين البري رينال والرينال فيلير. طب هفرقهم ازاي دول يا دكتوره؟ من الانفستيجيشن، يعني انا لو عملت تحليل بول ولقيت السبيسيفيك جرافيتي فيه اكتر من 1020، ده معناه بري رينال، ولو هي رينال اقل من 1010، اقول لكم على حاجه تفهمكم دي كويس، البري رينال ده عيان عنده جفاف، فالكدني بتحاول ايه ان هي تحتفظ على قد ما تقدر بالايه، بالميه وبالعناصر اللي الجسم محتاجها، بس هي الكدني طبيعيه على فكره، وبتجيب لك يورين مركز عادي، والتركيز بتاعه بيبقى كويس جدا، عشان كده السبيسيفيك جرافت بيبقى كويسه اكتر من 1020، وكذلك اليورين اوزمولاريتي بيبقى كويس اكتر من 500 ملي اوزمول بير كي جي. على عكس الرينال بقى هي مش عارفه تعمل حاجه، هي مش شغال، فلاقي السبيسيفيك جرافت بتاعها قليله اقل من 1010، الاقي الاوزمولاريتي بتاعتها اقل من 350 ملي اوزمول بير كي جي. كذلك اليورينري صوديوم، البري رينال الكدني بتاعته شغاله عارفه تحتفظ بالصوديوم اللي هي محتاجاه، فلاقي اليورينري صوديوم قليل اقل من 20 ملي ايكوفالنت بالليتر، على عكس الرينال لا هي بتفقد الالكترولايت، فهي فاقده الصوديوم في اليورين بتاعها، فلاقيه اكتر من 20 ملي ايكوفالنت بالليتر، وبالتالي الفراكشنال اكسكريشن اوف الصوديوم هلاقيه برضو اقل من 1% في البري رينال، واكتر من 1% في الايه في الرينال. دي اللي هي اليورينري انديسز اللي انا هنطرقها، ممكن افرق اذا كان الحاله بتاعتي دي بري رينال كوز ورينال كوز، ودي انا هقول لكم كمان شويه في الحاله بتاعتنا هي ليه مهمه، ليه لازم افرق هو الحاله اللي جايه لي بهيستري اوف فومتنج ودرايه دي افرقها ليه بري رينال من رينال، مش السبب واضح، هنشرح دي كمان شويه. اخر حاجه بقى رينال بايوبسي، ودي ممكن نحتاجها علشان نحدد الايه السبب بتاع الاكوت كدني فيلر، لو انا ما عرفتش ان انا احدد السبب من الايه من الانفستيجيشن ومن الكلينيكال بريزنتيشن، انا مش عارف سببها ايه، عيان جاي وريا عاليه وكرياتين عالي والعيان مورم وبيغسل، وانا مش عارف هو سبب الرينال فيلر بتاعته ده ايه، مش مدي هيستوري لاي حاجه تعمل لي كده، او الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه ما فيهوش اي حاجه تدل على سبب معين، فالحاله دي لازم اعمل رينال بايوبسي. هعالجه ازاي؟ بصوا الحالات الرينال فيلر في حاجات سهله، يعني مثلا البوست رينال اكيوت كيدني فيلر في اوبستراكشن، عيان عنده ستون حصوه وسد الدنيا مثلا، وسد اليوريثرا او سد اليوريتر، وهي اللي عامله لي الايه الكيدني فيلر، مجرد ان انا اباي باس اليورين خلاص الحاله دي تتحسن. فالبوست رينال اهم حاجه نركب له قسطره ماشي، ون ايه ونعمل كونسلتيشن لليورولوجي سيرجون خلاص، لايه دكتور جراحه المثال. طب بالنسبه للبري رينال، البري رينال مجرد ما تعمل كوركشن للفوليوم ديبليشن اللي هو موجود، العيان ده هيتحسن والوظائف هتتحسن، يعني مجرد من اللي مثلا لو هو العيان ده جايلك بديهايدريشن نتيجه فومتنج وضاريه، بس مجرد ما تديله البنسول او اللي هو الايه المحاليل اللي هي خاصه بحالات الجفاف هتلاقي الوظائف اتحسنت معاكي. العيان ده نازف اديله دم، العيان ده نفروتك اديله ايه البومين ودايروتك، العيان ده مثلا ايه بيرن عنده حرق اديله بلازما خلاص، فتعمل له كوركشن حسب الحاجه اللي انت ايه فقدتيها، انت فقدتي ايه دم ولا فقدتي فونتنج ودريه، فقدتي فلويدز ولا هو في سيفير بيرن فقد بلازما ولا هو فقد ايه خلاص، فتعوضيه. فاحنا قلنا ايه بنعوض بالسيم كومبوننت، يعني بلاد في حاله الهيموريدج، اي فلويد في الديهايدريشن، بلازما في البيرن
خلاص انترافينس هيومن ابن في حالة الهايبو البوميونيميا عشان نحسن الرينال بيرفيوجن، خلاص في نفس الوقت نعالج لو في انفكشن موجود. ده بالنسبه للبوست رينال والبري رينال. خلاص طب الرينال بقى هعمل فيهم ايه؟ الرينال ده يعني كدني واقفه، يعني ميه متكومه، يعني الالكترولايت مش متظبطه، الحاجات دي كلها هتتظبط ازاي؟ اول حاجه بالنسبه للفلويد بالانس، ده اول حاجه هنتكلم عنها. الفلويد بالانس في حالات الاكيوت كدني فيلير او الحالات الاكيوت كدني انجري لازم ابقى اعرف ايه الدير لوس بتاع الطفل ده. الطفل ده بيجيب لك قد ايه في يوم بتديله اللي هو بيفقده، ما فيش حاجه اكتر من كده. خلاص يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال طفل النهارده جاب لي يورين 300 سي سي، خلاص وهو اصلا بيفقد حاجه اسمها انسنسبل ووتر لوس اللي هي اللي بالايفابوريشن، يعني بيفقد حوالي 400 سي سي بالمتر سكوير بير دي. خلاص فالواد ده مثلا وزنه 30 كيلو، ف 30 كيلو ده اللي هو حوالي متر سكوير ماشي، ففقد حوالي يبقى هو كده حوالي 400 مع 300 اليورين ابوب بقى 700، فال 700 اللي فقدهم النهارده حدهم له انا ايه؟ تاني يوم. يبقى حسب اليورين اوتبوت بديله الايه؟ الانبوت، حسب الاوتبوت بديله الانبوت. خلاص فده اسمه فلويد بالانس كيس اوف اكيوت كدني فيلير رينال اند بوست رينال فلويد ماست بي كالكوليتد از انتيك شود بي ليس ذان فلويد لوس، لازم يكون اللي انت بتاخده يكون اقل كمان من اللي بتفقده. هحسب الديلي لوس ازاي؟ الديلي لوس ازاي؟ بحسب الانسنسبل ووتر لوس ماشي اللي هو 400 سي سي بالمتر سكوير بير اور، بشوف وزنه قد ايه وبحسب له البودي سيرفيس اريا وبحسبه له هو قد ايه، بشوف اليورين فوليوم اوف ذا بريفيوس داي امبارح جاب يورين قد ايه، ولو فقد اي ميه من مكان تاني يعني مثلا فرضا يعني الطفل ده بيرجع، يبقى مره الترجيع دي بحسبها ان هي حوالي 50 سي سي مثلا. طب مركب رايل مثلا والرايل دي على مجمعه مثلا في كيس التجميع 100 سنتي ينضافوا لدهم عباره عن لص ينضاف، خلاص لو العين ده بيسخن ودرجه حرارته مثلا 38 لكل ارتفاع درجه في درجه الحراره بنزود 75 ايه سي سي على الكميه بتاعت الديلي ايه لوس، بشوف الديلي لوس ده قد ايه وبديله الايه الانتاج حسب ايه الديلي لوس. طب بالنسبه للفلويد يبقى انا هديله على قد اللي هو بيفقده عشان ما يورمش اكتر وعشان الفوليوم بتاعه ما يزيدش اكتر. تاني حاجه بديله حاجه اسمها دايوريتك سيرابي، بديله حاجه ايه تزود نحاول نزود اليون اوتبوت، ودي لازم بنديها امتى؟ لو كان اليون لو كان الايه بلاد بريشر بتاعه كويس او انت متاكد ان في اديكوسي للايه سيركيوليتري بلاد فوليوم، ما تجيليش حاله جفاف والواد ده هيدريتد وهايبوتنسف وتقولي لي اديله دايوريتك عشان هو اكيوت كدني انجل. لا طبعا حالات الرينال فيلير نتيجه بريرينال وهي ده هيدريتد او فيها هيمرج لا طبعا نيفر، ما بديهاش دايوريتك. انا بدي دايوريتك ده لطفل ممرم، طفل الضغط بتاعه عالي، الطفل دوت عنده هارت فيلير. خلاص بديه على جرعه قد ايه؟ لازكس من اللي هو فروسومايد من 1 ل 6 ملغ بكجي بير دي، دي جرعه الايه لازكس. طب بالنسبه للالكترولايت بقى انت عندك يعني بتقولي البوتاسيوم عالي، بيبقى فيه هايبوناتريميا، بيبقى فيه اسيد بيس ديستربنس، بيبقى فيه ميتابوليك اسيدوز، هعمل فيهم ايه؟ طبعا البوتاسيوم احنا عارفين ان هو فيري دينجرس وليه ايه ليه باد افكت على الهارت، بيعمل اريزميا. خلاص فعشان كده الحالات ديت اخلي بالي قوي من المايوكارديوم واخلي بالي قوي من الهارت ماشي، فاعمل بروتكشن ايه للهارت، دي اول حاجه. تاني حاجه انت عندك بوتاسيوم عالي في الايه في البلاد، احاول ان انا ادخل البوتاسيوم ده انترا سيلولر ماشي، يبقى اعمل شيفت البوتاسيوم انترا سيلولر عشان اقلله في الايه في السيركيوليشن ماشي. تالت حاجه احاول ان انا ازود الاكسكريشن بتاع الايه البوتاسيوم، سواء كان ان انا ايه اقلل الابزوربشن بتاعه او ان انا احاول ان انا اقلل البوتاسيوم اللي داخل لجسم الطفل ده تمام. طيب يبقى ايه هي بقى الايه اللي من الحاجات ديت هنعرف بقى ايه بنعمل ايه في الحاجات دي. اول حاجه ان انا اي اليمينيشن في اني دايتري اكسوشنس بوتاسيوم، اي بوتاسيوم انت بتاكله لا نحاول نقلل البوتاسيوم. في اكلات مشهوره ان هي عندها بوتاسيوم عالي زي الموز زي البطاطس، الحاجات دي بوتاسيوم فيها عالي فنقلل الحاجات دي. تاني حاجه قلت لكم هنعمل بروتكشن للمايوكارديوم ازاي؟ ان انا اديله الكالسيوم جلوكونيت لان الكالسيوم بيانتاجونايز افكت اوف اكسس بوتاسيوم على المايوكارديوم. تالت حاجه بدي بيتا 2 اجونست انهيليشن لان ده بيدخل لي البوتاسيوم انترا سيلولر، كذلك اللي بيدخل لي البوتاسيوم انترا سيلولر هو الصوديوم بايكربونيت بيعمل شيفت البوتاسيوم انتو سيلز، وبالتالي عندي الديكريز ميتابوليك اسيدوز يعني ليه تو افكت كويسين جدا في الحاجات دي. الجلوكوز والانسولين ده برضو بيعمل شيفتنج البوتاسيوم انترا ايه سيلولر ماشي، والايه في حاجه اسمها ايون اكستشينج ريزن ده بيقلل الابزوربشن بتاع البوتاسيوم. اخر حاجه بقى لو كل اللاينز دي فشلت ان هي تقلل البوتاسيوم انا مضطر ان انا اعمل دياليسيز للحاله دي.
خلاص. فالبوتاسيوم لازم اقلله، لان هو فيري دينجرس على الهارت، ممكن يعمل فنتريكولار اريزما والعيان ده يقرست قدامك وانت واقفه. وحالات كتير من حالات الدياليسيس وحالات الرينال فيلر بتموت نتيجه الكترولايت امبلانس، خصوصا بالبوتاسيوم. عشان كده مهم جدا ان انا احاول ان انا اقلل من البوتاسيوم. طب بالنسبه للهايبوناتريميا، الهايبوناتريميا دي دايلوشنال، هو مجرد انت تقللي الفلويد اللي هو بياخدها ويغسل بتظبط الايه الصوديوم. طب الميتابوليك اسيدوزيس بعدها حاجه اسمها صوديوم بايكربونات تركيزه 8.4%، جرعته 1-2 مللي ايكوفيرنت بالكي جي بير دوز. خلاص صوديوم بايكربونات، ولو ما تحسنش بنسميها انتراكتابل ميتابوليك اسيدوزيس، يعني عيان بتدي له صوديوم بايكربونات بجرعه عاليه وبرده ما بيتحسنش، فده حاله دي لازم دياليسيس. طب نيجي بقى للدياليسيس، دي ايه مرحله من مراحل التريتمنت. العيان بتاعك ايه مش مستجيب على اي حاجه، لا فلويد بالانس ولا الكترولايت بالانس، واللي انت بتعمليه ده العيان مش مستجيب عليه، فنبدا ايه نحتاج ايه دياليسيس. طبعا الدياليسيس ده في حاجه اسمها هيمو دياليسيس اللي هو الايه الغسيل اللي هو الدموي، وفي اللي هو البريتونيال دياليسيس اللي هو الغسيل اللي هو الايه البريتوني. خلاص ده منظر الغسيل البريتوني، بيحتاج ان بيقسطره بيركبوه في البريتونيال ايه كافيتي، وبنعمل منها ايه الدياليسيس. والهيمو دياليسيس بيبقى فيه ايه جهاز معين وفي فلتر معين اسمه دياليزر، دوت ايه الدم بيعدي من خلاله، والدياليزر ده الفلتر ده بيبقى زي الكدني بالظبط، الدم بيتفلتر وبيرجع للبيشنت تاني. فطبعا الدياليسيس يمكن يكون بريتونيال او هيمو دياليسيس. امتى بعمل الدياليسيس؟ مش اي حاله تجيلي يوريا عاليه وكرياتين عاليه بعمل لها دياليسيس، لا الحالات دي بنعمل لها غسيل على الكلينيكال بريزنتيشن بتاعها. خلاص يعني ايه، اول حاجه لو العيان ده في سيركولاتي اوفرلود او بالمونر اديما، العيان مش قادر ياخد نفسه من البالمونر اديما، لازم اعمله ايه دياليسيس. لو العيان ده عنده ايه ديستربت كونشس ليفل من اليوريميا يوريميك انكفالوباسي، لو البوتاسيوم عالي ومش مستجيب لاي حاجه من اللي انا بعملها له، سواء كان بقلل الانتيك وديت الريزن ابتيك وعملت وديت حاجات تعمل انتراسيلر وشفت البوتاسيوم كل حاجه وبرده ما بيتحسنش، اعمل دياليسيس. لو العيان ده ميتابوليك اسيدوزس وديت صوديوم بايكارب وما تتحسنش، اسمها انتراكتابل ميتابوليك اسيدوزس، اعمل دياليسيس. لو في بيرزيستنت هايبوناتريما وما تحسنش برده مع الفلويد ريسكشن، اعمل دياليسيس. لو في سيفير كونجستيف هارت فيلر انتراكتابل هايبرتنشن، الضغط عالي وما بينزلش مع اي تريتمنت، اعمل ايه دياليسيس. يبقى الانديكيشن بتاع الدياليسيس هلاقيها كلها كلينيكال بريزنتيشن، ضغط عالي ما بتحسنش، بالمونري اديما، هايبوناتريميا، هايبركاليميا، ميتابوليك اسيدوز ما بتحسنش مع تريتمنت، يوريك انكفالوباسي. نيجي على الحاله بتاعتنا بقى، هنعرف بقى ايه سببها وزي وحصل فيها كده ليه. في اسئله كتيره هنحب ان احنا نسالها في الحاله دي. طبعا احنا قلنا دي بنت عمرها 10 شهور جايه فومتنج ودارية وورن اب بتاعها قليل والوظائف بتاعتها ايه عاليه، وهي اصلا كانت دهيدريت وهايبو ايه تنسف، ومعملناها تحليل بول طلع كويس والسونار بتاعها طلع كويس. فاول حاجه ايه هو الدياجنوزس؟ دي حاله اكيوت انفانتايل دايريا وكومبليكيتد باي اكيوت كيدني انجري، زي ما احنا شايفين فومتنج ودارية دي بقى انفانتايل دايريا وكومبليكيتد باي اكيوت كيدني انجري، لان الورين اوت بتاعها قل ولان الكرياتين عالي واليوريا عاليه. طيب ايه هو سبب الاكيوت كيدني انجري في الحاله دي؟ دي حاله بري رينال كيدني انجري. خلاص ليه؟ لان الطفل ده عنده هيستوري اوف دايريا وفومتنج، يعني في لص ماشي، وبالتالي وكمان هايبوتنسيف وسيفيرلي ديهايدريتد. خلاص وفي نفس الوقت لما عملت له تحليل بول ما فيهوش اي ابنورماليتيز والالترا ساوند برده ما فيهوش اي مشكله، يعني هو ما هوش بوست رينال ولا هو في رينال افكشن. نيجي على السؤال بعد كده بيقول لك لو الانفانت ده بكيم ايديمتوس بقى مورم ماشي، ده انديكيت ايه وازاي نفرق ما بين الحالتين؟ ناخد بالنا ان الحالات اللي هي اي حاله بري رينال ممكن توصل للرينال فيلير. اي حاله بري رينال فيها جايه لي برينال فيلير، لو ما لحقتهاش في الاول واديتها فلويد وعالجتها هي هتتحول لرينال. خلاص وبالتالي الحاله دي ايه اللي هيحصل بقى؟ تلاقي الطفل مجرد ما تديله محاليل بقى مورم لانه ما بيجيبش يورين، خلاص هو بقى فيه رينال انجري، بقى فيه حاجه اسمها اكيوت توبولار نكروزيس. خلاص يبقى قاعده كده حالات البري رينال فيلير لو ما اتعالجتش بدري هي بتتحول لرينال فيلير، بيبقى فيها بارنكيمتس انجري، بيحصل فيها اكيوت توبولار نكروز. خلاص فده طبعا بيسموه انترنسك اكيوت كيدني فيلير. طب انا هفرق ازاي بقى الحاله جايه لي دلوقتي فومتنج وداريا، طب هي بري رينال ولا رينال ازاي؟ من اليورين اناليسيس على السبيسيفيك جرافت بتاعته اكتر من 1020 ده بري رينال، اقل من 1010 ده رينال. من اليورين اوزمولاريتي زي ما قلنا، واليورين ريسوديوم والفراكشنال اكسكريشن اوف سوديوم، ده هيفرقني اذا كان الحاله دي بري رينال او رينال. طب هعالج الحاله دي ازاي؟ طبعا الحاله دي بري رينال وجايه لي بفوليوم ديبليشن بالمنظر ده هعالجها باي في فلو. خلاص واعمل كنترول للانفكشن اللي موجود لو في سبتسين. ده بالنسبه للحاله الايه بتاعتنا.
خلاص. في موضوع صغير كده بس هنتكلم عليه مع حالات اللي احنا اتكلمنا عن الاكيوت كيدني انجري خلاص. فبالمره بقى نتكلم عن الكرونيك كيدني ديزيز السي كي دي ماشي، هنتكلم عليه باختصار جدا. احنا مجرد بس هنشوف الديفينيشن بتاعه والكلاسيفيكيشن، كل حاجات هتبقى بسيطه ان شاء الله. اول حاجه يعني ايه كرونيك كيدني ديزيز؟ احنا مش احنا خدنا في الراي في الكرايتيريا، احنا قلنا اخر مرحله الاند ستيج رينال ديزيز اللي هي عباره عن ايه، عباره عن ان الفيلير اللي حصل ده استمر اكتر من 3 شهور، وبالتالي اي حاله فيها اي كيدني دامج او اي ابنورمالتيز في الكيدني لمده اكتر من 3 شهور دي اسمها كرونيك كيدني ديزيز، يبقى استراكشرال او فانكشنال ابنورمالتيز اوف ذا كيدنيز فور مور ذان 3 مانثس. طيب ايه الاعراض بقى والاستراكشر او فانكشنال ابنورمالتيز اوف ذا كيدني اللي ممكن تكون موجوده؟ يعني مثلا في كيدني دامج، في ابنورمالتيز في اليورين، في ابنورمالتيز في الراديولوجي، في ابنورمالتيز في الباثولوجي، او ممكن يكون الجي اف ار بتاعها اقل من 60 مللي بير مينيت بير 1.73 متر سكوير. ايه الجي اف ار اللي اقل من 60 ده يا دكتوره؟ هوريها لكم دلوقتي، هنشرحها دلوقتي. يعني ابنورمالتيز في الكومبوزيشن اوف يورين، يعني مثلا حاله النفروتيك سندروم اللي جايه بروتونوريا، لو فضل بريزيستنت بروتونوريا اكتر من 3 شهور دي اسمها كرونيك كيدني ديزيز، حتى ولو الرينال فانكشن نورمال، حتى لو الرينال فانكشن ايه نورمال. مثلا انت عملت ايمجنج تيست، بتعملي الترا ساوند مثلا على الكيدني ولقيت الكيدني مثلا فيها ستون، خلاص ما هي دي سي كي دي، بقت اسمها سي كي دي لان فيها ابنورمالتيز في الايمجنج. خلاص الباثولوجي، انت خدت رينال بايوبسي لقيتي فيها مثلا مشكله، خلاص يبقى فيها ابنورمال، يبقى دي بقت سي كي دي ماشي، حتى لو الرينال فانكشن بتاعتك ايه نورمال. او الرينال فانكشن بقى فيها امبيرمنت، الجي اف ار اقل من 60 مللي بير مينت بير 1.73 متر سكوير. السي كي دي عباره عن ايه؟ خمس مراحل اللي بتعتمد على الجي اف ار. يعني الكيدني دامج ده قد ايه؟ لو الجي اف ار بتاعه اكتر من 90 دي 1، ستيج 2 من 60 ل 89، ستيج 3 الجي اف ار اللي هو الجلومير فلتريشن ريت من 30 ل 59، ستيج 4 من 15 ل 29، ولو هي اقل من 15 دي اسمها كيدني فير. الحالات دي بنعمل ايه؟ بصوا الحالات دي عباره عن كلها سبورتيف مانجمنت ماشي. يعني ايه؟ يعني انا بعمل ايفالويشن للحاله وبعمل مانجمنت حسب الحاله اللي قدام. يعني مثلا حاله زي حاله النفروتك سندروم دي حاله بتتحسن على الايه، على الثروت، هديها تريتمنت بتاعها. يبقى اول حاجه ايفالويشن اند مانجمنت اوف ريفرسبل كوزز اوف الرينال فانكشن ماشي، يعني الحالات اللي سببها ريفرسبل بعالجها زي النفروتك سندروم والسيستم كلوبس مثلا. تاني حاجه لو حاله بقى انت عارف ان هي ما بتتعالجش، فبحاول ان انا اقلل من البروجريشن بتاعها، لان اي حاله سي كي دي مجرد ان احنا دخلنا في سي كي دي ستيج 3 هي بروجريسيف، هتتنقل من ستيج 3 لستيج 4 لستيج 5 وتنتهي في الاخر بفيليا. فانا بقى احاول اقلل من البروجريشن ده ازاي؟ احاول اعالج السبب، لو ضغط عالي اعمل كنترول للضغط، احاول اقلل من البروتونوريا باستخدام حاجه اسمها الايه، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، لو في مشكله انفيكشن بعالجه كويس، كل ده بيقلل البروجريشن. تالت حاجه بقى لو في اي كومبليكيشن حصلت نتيجه الايه الكرونيك كيدني ديزيز دي بظبطها. يعني ايه؟ الحاله دي بيبقى فيها الفلويد والالكترولايت امبالانس، برضو بيبقى فيها معاها انيميا وهايبرتنشن وديسليبيديميا واوستيودستروفي، بيبقى معاها ايه كومبليكيشن كتير، فابدا اظبطها. اذا يعني ايه؟ زي في حاله الانيميا بديها اريثروبيتين وبديها فوليك اسيد وايرن ثيرابي. الالكترولايت امبالانس زي الهايبركاليميا بعمل كنترول ليها زي ما احنا شفنا في الاول اللي في الاكيوت كيدني انجري. الميتابوليك اسيدوز بديها صوديوم بايكربونات. خلاص لو في بون مينرال ديزيز بقى، يعني الفوسفيت بتاع العيان ده بيبقى ايه عالي وده مأثر على العظم بتاعه، فدي له فوسفيت دايت، بدي حاجه اسمها فوسفيت بايندر زي الكالسيوم كربونات، بدي فيتامين دي عشان الفيتامين دي بيعمل نورماليزيشن للكالسيوم في الحاله دي، وبالتالي بيعالج للهايبوكالسيميا ويقلل الايه الهايبر باراثايرويديزم. طبعا الهايبر باراثايرويديزم ده بيأفكت الايه البون وبيعمل ايه بون افكشن. اخر حاجه بقى لو العيان محتاج دياليسيس ببدا دياليسيس سواء كان بروتينال او هيمو دياليسيس، وايه لو في رينال ترانسبلانتيشن بنعمل له ايه رينال ايه ترانسبلانتيشن. ده المانجمنت بتاع حالات الايه سي كي دي. اند ثانك يو.